الله احل معاكم اختبارات الازهر صفحه 99 لحد ان شاء الله نهايه الكتاب تاني اعدادي، وده علشان خاطر نبقى خلصنا الكتاب تقريبا، يعني كتاب الملحق بتاع المعاصر او كراسه المعاصر. يلا نبدا، ويا ريت اللايك يا جماعه الخير عشان يبقى ده دعم، على الاقل واحد يحس انه بيعمل حاجه فنكمل، يعني بدل ما احنا قاعدين في النص كده. طبعا بيقول لك هنا ليسن، وانت الليسن بتاع الازهر بصراحه مدلع قوي. مجدي يعقوب was an important surgeon. He had a charity which helps children with heart problem. We should be proud of him. طبعا هنا مجدي يعقوب was a surgeon، جراح. His charity helps children. ال charity بتاعته أو مسخرية helps children، بتساعد الأطفال with heart problem، اللي عندهم مشاكل في القلب. وشوف السبلاي جدع ازاي. سبلاي يعني أعطيك جملة سؤال وإجابة بس، فاهم؟ بيقول لك what do you think، ماذا تعتقد؟ ده مين ده؟ سارة اللي بتسأل هنا، بتقول لها what do you think، هنا is tourism good for tourist for historic places؟ هل انت بتعتقد ان السياحة مفيدة للأماكن التاريخية؟ no I don't no it damages. السياحة بتدمج، دمج يعني تدمر، damages the historic places، بتدمر المناطق السياحية التاريخية. فقالت لها هنا طبعا هنا السؤال ده مش عارف ايه السؤال، I used to live in the countryside. طالما في هنا used to يبقى، وهنا countryside ده الريف صح، ده مكان يبقى where، وطبعا ماضي يبقى did you، هو كده where did you، اين كنت انت، تعتاد على live. you used to live، انت متعود تعيش فين؟ قال له في الريف. جاي ده بقى جميل قوي، بيقول لك ان ده come and sit on، تعالى واقعد على الايه مش عارفين، بس بيقول لك four people can sit on it، اربعه يقعدوا عليها، يبقى الصوفه الكنبه عشان بيقعد اربعه من ادمين. عمر a jacket today because it's very cold. ده هو لابس النهارده بس، يعني مش كل يوم بيلبس الجاكيت، لكن هو لابس الجاكيت النهارده عشان الدنيا very cold، يبقى is wearing. Where did your father، هنا يا جماعة الخير عايزين فعل في المصدر، هنا عندك used و lived، لا و lived قصدي و living، لا انما used to live، اعتاد ان يعيش. I love going to not places such as a museum and the historic places، الاماكن التاريخية. ايه سوري، I saw Rami، انا شفت رامي in the park، في البارك. We usually play football. احنا هنستخدم وير لان احنا هنا بنتكلم على فعل، على حاجه في مكان. امتى بستخدم ويتش؟ لو انا بوصف المكان، ما وصفتش مكان، قلت ان ده البارك اللي احنا متعودين نلعب فيه كوره. There was no rain، ما كانش في مطر for 4 months، لمده 4 شهور. This winter، هذا الشتاء. So now there is a 3 4 شهور ما بتشتيش، وفي عز الشتاء لو المفروض شتاء تبقى drought. Drought يعني جفاف يا بابا. خد معاك رابش زباله، pollution تلوث، وflood فيضان. My mother أمي is an important nurse، أمي ممرضة مهمة. Mrs. فاطمة محمد، اسمها فاطمة محمد. But I know that her life used to be difficult، حياتها اعتاد انها تكون difficult، تكون صعبة. She studied to be a nurse، ذاكرت عشان تكون nurse at the faculty of nursing، في كلية التمريض in عين شمس، في عين شمس university، جامعة عين شمس. And used to work as a nurse، واعتدت على العمل كنيرس. تو دي بمعنى ايضا، خد بالك. فبيقول لك sometimes at night، بالليل ساعات يعني، to learn all she could، هي تعودت تشتغل نيرس بالليل عشان تتعلم كل حاجه. She continued to work hard، هي استمرت في العمل الهارد الصعب المجد. But didn't stop her studies، وما بطلتش دراسه برضه. And soon، واخيرا she became one of the most important nurses in Cairo، بقت اشهر واهم ممرضه في القاهره. In 2020 many people، ناس كتير became ill، ناس كتير بقت مرضى بالكوفيد 19. Where she worked every day، كانت بتشتغل بجد for many weeks، لأسابيع طويلة الكتيرة. It was difficult but heroic work، كان صعب بس بطولي. Because most of them، لأنها معظمهم got better. Now she is nursing manager، هي دلوقتي بقت أخصائية تمريض. And she helps to teach younger nurses، وطبعا هي بتساعد في تعليم الممرضات الأصغر. I think she is a hero، أنا أعتقد أنها بطلة. Because she studied and worked very hard، لأنها اشتغلت وذكرت بجد. والمهم يلا بنحل. Why did the writer، ليه الكاتب think his mother is a hero، ليه هو معتقد أن مامته hero، أنه هو بطل.
she لأن هي ذاكرت واشتغلت في نفس الوقت. في نفس الوقت she worked hard، هي بتعمل بجد. and continues we continue study يعني study وبتكمل مذاكرتها برضو، يعني ايه الحاجتين مع بعض. what does she do nowadays، هي اليومين دول بتشتغل فين؟ هي بتشتغل في النيرسينج مانجر اللي هو in او she، خليها she works as، هي تعمل as nursing مانجر. يعني ايه نيرسينج مانجر؟ يعني بتعلم العيال الصغيرة to teach sorry the younger nurses اللي هم الممرضات الصغننين، تعلمهم التمريض. where did she study، هي كانت بتذاكر فين؟ في القاهرة، في جامعة القاهرة، عين شمس يونيفرسيتي. sorry her work was very hard، شغلها صعب في 2020 في طبعا كوفيد 19. Mrs. فاطمة worked as a nurse in ايه؟ ان جيزة ولا الكسندر؟ طبعا عين شمس، اللي هي كانت بتشتغل ممرضة وفي نفس اللحظة بتدرس في الجامعة. يلا على الليسننج. وطبعا المحافظة التانية اللي هي الازهر الشريف برضو، الفيوم، بيقول لك nature important، الطبيعة مهمة. for us it makes us happy if we live in the city we can go to the park. يلا بينا، بيقول لك nature it makes us happy، الطبيعة بتخلينا طبعا سعداء. if we live in the city، لو احنا عايشين في المدينة طبعا هنروحوا لايه؟ البارك. يلا السبلاي ده مازن وانس. مازن بيقولوا I was reading when my father came، يبقى what where you doing، ده سؤال في الماضي المستمر، ماذا كنت تفعل. when your dad came، اما بوجه قال له كنت بقرا. you live near the sea، انت عايش جنب البحر. do you have a boat، معاك قارب؟ yes I have، yes sorry yes I do. طبعا the person is sitting، ده شخص، ده بني ادم. person دي يعني شخص، شخص يعني هو معروف يا جدعان. الشخص اللي كان هو is sitting next to me، اللي كان جنبي دكتور، is a doctor. and it helps people who are poor، بتساعد الناس اللي هم هو ديت يعني اللي هم للعقل، جمع طبعا are poor، الناس الغلابة وsick ومرضى و don't have home، والناس اللي هم المشردين او الهومليس طبعا، اللي charity او المؤسسة الخيرية. students اللي هم الطلاب go to school on holidays، بيروح المدرسة يوم الجمعة طبعا. never never دي يعني ابدا، ودي بمعنى النفي، بس خد بالك ان هي ما بتغيرش حاجة في شكل جملة، يعني ما بتخليش الفعل في المصدر، لا هي يعني بتتحط وخلاص. never never يعني ابدا. فاطمة is not so she can not hear you، فاطمة طالما حد مش بعرف يسمعك يبقى دف، يعني دف يعني اصم، strong قوي وبلايند كفيف. you can watch a sports match، ممكن تتفرج على ماتش السبورس الرياضي. at a اكيد في الاستاديوم، يعني اكيد as a stadium. the train القطر is not as fast، ما هو بص يا جماعة as صفة as دي لما يكون الاثنين متساويين في القطعة في الصفة او حتى مختلفين بيبقى فيه هنا ايه not، يعني هو مش سريع زي الطيارة. the train is not as fast as a plane، القطعة بيقول لك a famous scientist lived with his wife، عالم مشهور وعايش مع المدام بتاعته. his two son ولدين and daughter وبنت. he often forgot، ودايما بينسى about his food، بينسى طعامه. when he was studying، لما كان بيذاكر his wife used to put some food for him to eat، بس حطوا له أكل جنبه وهو بيشتغل. one night في ليلة من الليالي he felt very hungry، حاسس انه جعان. he looked around the room، بص حواليه في الأوضة، لف حواليه ما لقاش حاجة، بس he saw some eggs، شاف بعض البيض in a small basket، في باسكت ايه صغيرة. at once على للمرة الأولى يعني he decided to cook them، قرر انه يطبخهم. so he went to the kitchen، عشان كده راح الكيتشن. as he was thinking، وكان بيفكر of his work and not of his food، كان بيفكر في شغله مش في أكله. he bought his watch، بس حط الساعة بتاعته in the frying pan، في الطاسة بتاعت التحمير. and took the eggs in his hand، وحط البيض في إيده.
When he came to eat, لما جه ياكل طبعا he found that the eggs are still in his hand. راح ياكل طبعا هاكل الساعة بتاعته، ما ينفعش. طبعا احنا هنا عايزين نحل الأسئلة. يقول لك السؤال الأول what did the scientist often forget about؟ بينسى دايما، بينسى ايه؟ about his food، بينسى طعامه. ايه السؤال اللي بعده؟ what does the underlying word them؟ البيض، eggs. ما هو بيقول لك cook them، cook يعني يطبخ، هيطبخ البيض. why did the scientist put the، ليه ال scientist put the watch in the pan؟ طبعا why تبقى because او as. ماشي انا كتبت because he forgot about the work the food، بينسى الطعام، وفعلا نسى الطعام وافتكر الساعة بتاعته. The scientist العالم went to the kitchen to not eggs، اكيد طبعا to kill to cook the eggs. خد بالك هنا steal يعني يسرق، مش هيسرق البيض، ده البيض بتاعه. The scientist saw the eggs، شاف ان البيض is a small، is in a small، البيض معمول في small basket، في سلة صغيرة. وطبعا هنا بيقول لك دكتور مجدي يعقوب is a famous heart surgeon، يعني دكتور قلب مشهور. He started a not to help children، he started a charity، charity يعني مؤسسة خيرية. ليه؟ عشان يساعد الأطفال المرضى. حاتم وياسر، حاتم بيقول لياسر how can we stop pollution، ازاي نوقف التلوث. في باسم قال له احنا المفروض نزرع شجر، we should plant more trees، نزرع شجر اكتر. كل ما زرعنا شجر كل ما قومنا التلوث. في هنا سؤال فقال له I went to الازهر بارك، يبقى طبعا طالما ده مكان went to يعني go to، لما نجيبها في المضارع يبقى where، وانت لو خدت بالك وانت دي ماضي يبقى did، والاي بتبقى يو، يبقى وير ديد يو، وطبعا وانت دي هتبقى جو المضارع بتاعها. وير ديد يو جو، رايح فين؟ قال له رايح الازهر بارك. ماي مام اولويز ماي بريكفاست ميكس ماي بريكفاست، بتصنع الفطار بتاعي الله يرحمها. وي نيد ا كمبيوتر انجينير تو ريبير اور كمبيوتر، عشان يصلح الكمبيوتر بتاعنا. شي جيتس اب ات سوري اند هاف بريكفاست، لا هذه بس. ايوه يا باشا، ليه؟ عشان شي بتاخد هاز، عشان اي حاجه فيها ز بتاخد يو شي وات، طبعا في المضارع البسيط. هي متعوده انها تفطر وتاخد وتصحى بدري وتفطر، يعني ده كده مضارع بسيط، ده روتين. ويتش كار بيلونجز تو، بيلونجز تو ده تعبير على بعضه اللي هو تخصه الى، بيلونجز تو بتخصك. قال له ذا بلاك وان، السياره السوداء. وايل وي، طبعا وايل دي بيجي ده ماضي مستمر، وطبعا وي بتاخد وير، يبقى وايل وي وير. ايوه وي وير ويتنج، اما احنا كنا ويتنج تو جو تو ذا ميوزيوم، لما احنا كنا مستنيين نخش الميوزيوم اللي هو المتحف. اي سو احمد، انا شفت احمد. يو نوت ران اف يور ليجز هارت، يو شودنت ران، ما ينفعش تجري عشان خاطر رجلك متعور، اف يو لو كانت رجلك مصابه. القطعه لاست ويك اند، الاسبوع اللي فات، تاني الاجازه اللي فاتت. 10 students from class 8، من عيال 10 عيال من الفصل الثامن. helped clean up the part of the river bank، هينضفوا او ساعدوا في تنظيف river bank اللي هو ضفاف النهر. near the city center، اللي جنب مركز المدينه. the student collected، جمعوا العيال، جمعوا 15 bags of rubbish، 15 كيس من rubbish. rubbish يعني قمامه. Their teacher Mr. حسن، والتيتشر حسن said the student، قال ان الولاد were sad to find so much rubbish، كانوا زعلانين هم لقوا كمية الرابش دي كلها. There were a lot of plastic bags، كان في كياس بلاستيك كتير and bottles وازايز. قال لهم there were lots of plastic bags and bottles، he said، هو قال كده المدرس. We have found an old shoe، ولازم نلاقوا شوز قديمة. او لا سوري، we have found، احنا لقينا يعني مضارع مستمر، مضارع تام. لقينا شوز قديمة، فردة واحدة، فردة واحدة، خد بالك مش شوز، مفيش اس. it was great to clean the river bank، ولازم كنا ننظف ال river bank، ف great عظيم يعني. but we need to، بس احنا كنا محتاجين نعلم الناس، teach people to be more careful with their rubbish، انهم يكونوا افضل اهتمام اكتر بالرابش بتاعتهم، ياخدوا بالهم، يكونوا اكثر حرصا. rubbish in the river، اللي هو الزبالة في نهر النيل، damages the wildlife، بتدمر الحياة البرية. give suitable title for this message، اديني عنوان مناسب للقطعة الجميلة دي.
a cleaning، انا عم سميها كده عنوان a cleaning initiative. initiative يعني مبادرة تاخدها السنة الجاية، مبادرة تنظيف. What do you think، ماذا تعتقد of student from class B؟ They are، بتعتقد ان هم ايه؟ طبعا هم helpful، they are helpful and they are helpful وخلاص. Why were the students sad، ليه العيال كانوا زعلانين؟ that دي يعني لكي او because يعني. There was so much rubbish، عشان كان في رابش كتير، فطبيعي ان العيال تزعل على المنظر بتاع الزباله الكتيره ده. The underline teach يعني يعلم، is the opposite of، ما هو teach يعني يعلم، عكسها learn يتعلم. The rubbish اللي هي الزباله، the student collected اللي العيال لموها، was كتير يعني، an old shoe شو زي واحده فرده واحده قديمه، و bottles ازايز و plastic bags of all of these كل ده. الباراجراف دوت بيقول لك charity work I like most، يعني عمل خيري انا حبيته قوي. I think ان احنا ممكن نتكلم على، بصوا سبع احنا بنسيب مسافه كده وهنقول من الجدير بالذكر it's grateful to mention، يعني من الجدير بالذكر او من او ممتنه ان انا امنشن او اذكر that I work with، انا اشتغلت مع with a charity which we، نحن يعني اللي هو احنا، we help clean and take care of old people، يعني ناس كبار في السن احنا بننظفهم ونهتم بيهم ونساعدهم. we احنا هنا بنتكلم على مضارع بسيط، احنا حاجه متعودينها في we، واخد بالك حتى I like most يعني. we go to them، بنروح لهم every weekend، كل weekend. we like to talk with them، احنا بنحب ان احنا نتكلم معاهم. and help them to be happy، ونساعدهم ان هم يكونوا سعداء. we can read for them، وممكن نقرا لهم read for them read stories، ان او نقرا لهم stories، stories يعني قصص. for them we tidy أو organize trips يعني رحلات with them، رحلات معاهم. طبعا الصفحات كده الورقة كده خلص، فاحنا نكمل هنا. قلت لكم ان we organize trips with them، يعني احنا بننظم رحلات معاهم. we spend يعني يقضي وقت. we spend two hours، او مثلا خليها two hours يعني ساعتين with them to help them staying healthy، نساعدهم كمان ان احنا نخليهم healthy. we do some، هنحط كومه كده عشان نشرح، دي شرح. we do some exercises يعني انشطه رياضيه، دي حته من عندي ما اعرفش ليه كتبتها، خرب بيت الغبا وحطيت الاكس فيه، سوري يعني شوف الاكس موديل exercise to do some exercises. we like sorry many persons، احنا حبينا اشخاص كتير منهم. such as يعني مثال Mrs. منى
انا كتبتها ناديه، كانت هتبقى منى طلعت ناديه. لبن ناديه. كام هعمل لكم بقى دعوه لزياره الناس دي، تو اس او جوين، تو اس كام تو او جوين، اتنين صح، جوين اس او كام تو اس، المهم ان احنا جوين او كام تو اس. There is أو there are lots to do، أشياء كتير تقدر إن أنت إيه تعملها. It is the most charity work، ده أكتر عمل خيري. I love أو I like. الدمج هنا طبعا في الشبروي، الشرابية في القاهرة، بيقول نورة وسلمى مورنينج مورنينج، فهتلاقي واتس يور ايه، احنا مش عارفين والله، تعالوا نبص كده على بقية الأسئلة ونشوف هي واتس يور ايه. قالت لها، بتقول لها أيام دكتور يبقى واتس يور جاب، الشغلانة بتاعتك ايه، يلا بينا نقلب الصفحة. فقالت لها أيام دكتور وير نوت يو ورك وير دو يو ورك، أصل الورك دي فعل فلازم تاخد دو. أي ورك إن هوسبيتال، أنا بشتغل في هوسبيتال. فقالت لها هاو دو يو جو تو ورك، بتروحي بإيه؟ أي جو في أون فوت، يبقى أون فوت. هو كاتب لك اون تحت فوق عشان يفكرك. Is your job interesting؟ هل شغلانتك مو؟ Yes it is. ما هو job دي ضمير بتاعها ايه؟ انها غير عقل. في قطعة صغننة بيقول لك احمد، طبعا احمد ده 13 years old، احمد عنده 13 سنة. His father سمير، وابوه اسمه سمير، is a businessman، ابوه businessman. But his mother منى is a teacher، وامه تيتشر، وهي حلوة كده مدرسة. منى works at school، منى شغالة في المدرسة، which is not far from home، اللي هي مش بعيدة عن البيت. So she always works to her work. دايما بتروح شغلها ماشي. All students like Mrs. Mona. كل الطلبة بتحبها because she teaches them. عشان هي بتعلمهم كويس well and gives them advice. بديهم نصايح. Mr. Samir كمان always travel abroad. دايما بيسافر للخارج. He always travels by plane. ودايما بيسافر بالطيارة. Mona works. احنا قلنا لكم ان Mona ديت مدرسة. Mona works as a teacher. يبقى Mona works at a school. مدرسة. Mrs. Mona goes to her work. احنا قلنا ان البيت جنب المدرسة، فهي غالبا بتمشي، ان هي walks to her work، يبقى هي on foot. Mr. Samir is a ايه، احنا قلنا ان Mr. Samir businessman يعني رجل اعمال. The underline word them، ده العيال، teacher sorry the students، طلبة. احمد is، احمد ده اللي هو عنده 13 سنة 13 years old، وبيقول لك مستر سمير always goes to ايه، بيروح شغله بالترافلز، goes to airport، بيروح دايما المطار عشان مسافر برا مصر، airport المطار. my daily routine معروفه، my daily routine ما هيبقى ايه يعني، is the same every school day، هو نفس الروتين اللي بعمله كل يوم. انت هنا بيقول لك this is a photo of my parents، دي صوره لبابا وماما. my parents wedding اللي هو حفل الزفاف بتاع يوم ارحمهم. نوها از نقط تي في، از دي عايزه فعل زياده ان جي، واتشينج ضرب مستمر. از سام وان هو وركس فور نو ماني، اللي شغال من غير فلوس ده الفولنتير. افتكر كلمه سينيور ده عدت عليكم، اللي هو الخبير يعني. وي بوت فلاورز، احنا بنحط الورد ان ذا ايه، هنحطه فين يعني، في الفاز البيز سوري. اي نوت تو ورك تو سكول اتس نير، نير يعني قريبه، يبقى يوزد تو اعتاد على انه ماشي يروح المدرسه، ماشي المدرسه ويكمل بيت. You can but انت تضع، مستحيل ان تضع الروبش الزباله ان ذس ان ذس بين، اللي هي في صفيحه الزباله دي. The Egyptians المصريين opened the Suez canal، قناه السويس. I not do my homework before dinner. I always، ليه always؟ عشان دي بتيجي قبل الفعل، ما ينفعش اي حاجه من الثلاثه دول، ان دول ما بيجوش مع دو، دو دي بتيجي معاها ظروف التكرار، always never sometimes الحاجات. The nurse اللي هي الممرضه is اهيرو طبعا قلنا، والكلام ده كله ما احنا عارفينه قبل حاجه، بس يلا بينا كده نركز مع بعضينا شويه. is a hero، هيرو يعني ايه، يعني بطله. choose the correct answer while she، احنا قلنا ان while بقى ده فعل زائد اي ان جي، was aware زائد فعل زائد ان جي، دي من علامات المضارع المستمر، سوري الماضي المستمر اهي. was walking، احمد didn't دي بقى ده فعل في المصدر، دي عامله شبه المصفى، قلت لكم الكلام ده قبل كده كذا مره. وانت عندك ايه هنا فعل في المصدر غير جو يعني، هتجيب احلى منه ايه؟ ما عندناش احلى منه حبيبي. in a museum في المتحف. you not you mustn't touch، يعني ما ينفعش، ممنوع انك تلمس الاشياء. mustn't touch the object، انك تلمس الايه، الاوبجكت الاغراض. she get up early to catch the train،
she have to لا has to يعني ايوه يعمل حاجه كل مره انسى. طب ليه has to؟ عشان has to بتيجي مع she زي ما قلت لك قبل كده، اي حاجه فيها ز تبقى شغاله مع هي وشي وات في المضارع البسيط. هنا اعطي لك سؤال بصراحه غريب، بيقول لك choose the correct order، اختار من الاوردرات من الحاجات دي of the following اللي هم الاربعه دول، scrambled sentence اللي هم الجمل المترتبه دي، سوري اه المترتبه اللي هي بس مترتبه متلخبطه يعني جمل سليمه بس بس scrambled يعني مش يعني مش بالترتيب الصحيح، اللي هو مثلا يعني فيها حاجه انت مش فاهمها، to form a meaningful عشان تعمل معنى للباراجراف، بتعمل باراجراف له معنى. انا هقرا كل اربع جمل وبعد كده هو هتراجع هديك ترتيباتك يعني فتختار احسن ترتيب. in school I have 7 lessons I come back، انا في المدرسه باخد 7 دروس، I come back home رحت البيت انا لسه انا عايزه I get up early، هي دي انا اروح I get up early in the morning I go to school by bus، اه هي دي احلى حاجه. 2 4 1 3 2 4 1 3 هو ده 2 4 مفيش 2 4 هي دي 2 4 1 3 هو ده. تعال نقرا الباراجراف تاني اهو هنرتبوه. I get up early انا بصحى بدري تمام دي نمبر 1 in the morning. نمبر 2 اللي هي 4 I go to school by bus هي دي نمبر 2 بروح صحيت الصبح رحت المدرسه. في المدرسه بقى have 7 lessons خدت 5 دروس 7 دروس دي نمبر 3 ونمبر 4 هي يا جماعه الخير اللي هو I come back 2 4 1 3 تمام اللي هو come back home وروحت بقى البيت على الظهر.